حد فعاليات مؤتمر الكويت الثاني للجرائم الإلكترونية بمشاركة 26 جهة من القطاعين العام والخاص تحت رعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. وتستمر فعاليات المؤتمر لثلاثة أيام وتشمل جلسات عدة وورشة عمل تدريبية بمشاركة عدد من المختصين. نتابع. رغم أن أساليب مواجهة الجرائم الإلكترونية حول العالم تتطور يوما بعد يوم وتحقق نجاحات كبرى، إلا أن اختراقا واحدا قد يكون له أثر كبير وينتشر بسرعة. من هنا يكتسب مؤتمر الكويت الثاني لمكافحة الجرائم الإلكترونية أهمية كبرى للتوعية بأضرار هذه الجرائم وتبادل الخبرات والمعلومات بالممارسات المستحدثة في هذا المجال. الهدف من هذا المؤتمر تسليط الضوء على الممارسات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية. يكتسب موضوع الجرائم الإلكترونية أهمية خاصة، ليس في أنه فقط موضوع مهم للمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، بل أيضا هو مهم بالنسبة للمتعاملين إلكترونيا ومستخدمين الهوادف الذكية والشريحة الكبيرة من المجتمع التي تستخدم أجهزة الحاسب الآلي أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية. للجرائم الإلكترونية دوافع مختلفة، منها التطرف والإرهاب واختراق الخصوصية والإضرار الشخصي، وباختلاف الأهداف تختلف وسائل المواجهة التي باتت أكثر تعقيدا وتحتاج جهدا وفهما وقوة أكبر. المؤتمر يحاول يطرح مواضيع جديدة بهدف توعية المشاركين وموظفي الوزارات عن مخاطر الجرائم الإلكترونية وكيفية تجنبها. 7 محاور مختلفة على مدى يومين، واليوم الأخير راح يكون ورشة عمل تدريبية في مواضيع مهمة، مواضيع إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي وخطورتها على الأمن المجتمعي. هذا من المحاور المميزة تقريبا. في ورشة عمل عن حماية البيانات الوطنية في القطاع العام والخاص. أعمال المؤتمر تتواصل لثلاثة أيام بمشاركة 26 جهة من القطاعين العام والخاص، باعتبار أن الجرائم الإلكترونية تحتاج استجابة منظمة ومنسقة من الجميع لدرء أخطارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. سناء الوسلاتي، تلفزيون دولة الكويت.